عاملين مهلبيه لونين، وهنعملها زي الطبقات كده زي الكيكه الزبره او الكيكه المخططه، وهنشوف شكلها النهائي هيبقى عامل ازاي. سهله جدا وبسيطه، بس في الاخر شكلها بيبقى في منتهى الجمال. في مقدورنا او في امكانياتنا نعملها يا اما في بوله واحده ونحطها في التلاجة ولما نطلعها نقلبها ونقطعها قطع وكل واحد ياخد قطعه، يا اما لو عندنا بولات صغننه ممكن نكررها في كذا بوله على حسب عدد افراد الاسره. وهنشوف دلوقتي امكانياتها ايه او مكوناتها ايه. سهله جدا وبسيطه، عندنا مهلبيه بيضاء وعندنا مهلبيه حمراء، وعاملينها بحاجات طبيعيه جدا. المهلبيه البيضاء فيها حليب ودقيق ونشا وسكر وفانيليا، مكونات طبيعيه. طب المهلبيه الحمراء عاملينها ايه؟ عصير رمان، ومفيش اكتر من الرمان في البلد دلوقتي، الموسم بتاعه حلو ما شاء الله عليه، وفايدته كمان حلوه قوي. يبقى مقاديرنا على الشاشه، مقاديري بتقول ايه؟ المهلبيه الاولانيه او المهلبيه الساده، معلقتين كبار من الدقيق، وهقول لكم ليه انا حاطه في المهلبيه دقيق، معلقتين كبار دقيق، معلقه كبيره ونص من النشا، نص كوبايه سكر او حسب التحليه اللي انتوا عايزينها ممكن نزود شويه، ومعانا 3 كوبايات حليب، معايا معلقه صغيره فانيليا. دي الطبقه الاولى. الطبقه الثانيه عباره عن ايه؟ معلقتين كبار برضو دقيق، معلقه كبيره ونص من النشا، نص كوبايه سكر، 3 كوبايات عصير رمان. ماسكين الرمان ومفصصينه وضربينه في الخلاط ومصفيينه خالص، واخدينه عصير صافي زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده، تمام. يبقى ادي الطبقتين عندنا. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبدا نحط الطبقات بتاعتنا دي او الخليطين بتوعنا. عندنا حلتين اهو، واهم حاجه ان هما يتقلبوا الاول على البارد. ادي هنا حليب، وادي هنا عصير رمان. ادي سكر، وادي سكر. ادي دقيق، وادي دقيق. ادي نشا، وادي نشا. في الحليب هنحط فانيليا، الرمان مش محتاجين لان طبعا طعم الرمان اصلا فيه مزازه، واحنا كمان حاطين له السكر بتاعه. بقى عندي دلوقتي خليطين، وادي 2 مضرب سلك، ونبدا ان احنا نقلبهم الاول على البارد علشان السكر والنشا والدقيق يدوبوا خالص، وبعد كده نرفعهم على النار. دوبنا الحليب مع الدقيق مع النشا مع السكر والفانيليا، نروح شايلينه على طول ورافعينه على النار كده مع التقليب المستمر طبعا علشان ما يكلكعش مننا، وعلشان نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. طيب الناحيه الثانيه معايا ايه؟ معايا عصير الرمان، ومعايا نشا ودقيق وسكر. واروح برده بعد ما اتاكدت ان هم دابوا خالص كده ومفيش اي تكتلات من النشا والدقيق، اروح رافعه برده على النار مع التقليب المستمر طبعا علشان ما يكلكعوش مننا او ما يتقلوش زياده عن اللزوم، لان انا عايزه القوام بتاعهم يبقى متوسط. احنا ليه حاطين دي مع النشا؟ لو حطينا نشا بس وحطينا المهلبيه بتاعتنا في التلاجة علشان تمسك، لو سبناها يوم كامل ورجينا ناكلها تاني يوم هنلاقي الوش بتاع المهلبيه بتاعتنا بدا يشقق، بدا يعمل شقوق كده ويفتح مننا. احنا مش عايزين حاجه زي كده، علشان كده بسند النشا بشويه دقيق كمادة ربط زيادة، بس بيديني نعومة، بيديني نعومة في المهلبية ان هي ما تشققش معانا وما تفتحش بالشكل اللي احنا بنشوفه. فمهما قعدت في التلاجة يومين ثلاثة هنلاقيها ناعمة زي ما هي وما شققتش ونشفت. طيب احنا كده اهو. هو انا ينفع يا شباب يعني مضرب سيليكون بس ما يعني مضرب سلك سيليكون عشان الصوت بتاع الحلة ده وهتجرح. بصوا كده التقليب يبقى مستمر لحد القوام بتاعها يبقى متوسط، مش عايزاها تتقل قوي علشان ما تضايقناش واحنا بنعمل الطبقات بتاعتنا. طيب على ما يبدا ان هو بس الرمان يسخن شويه هو والحليب ويبداوا ان هم يتقلوا، هعمل ايه دلوقتي؟ البوله اللي هعمل بيها سواء بوله كامله او بولات صغيره هعمل كده. ايه اللي في البوله اللي بتدهني بيه ده يا نونا؟ دي ميه، ميه ساقعه بدهن بيها البوله. طب ايه لازمتها؟ علشان لما اجي
اقعد البوله بتاعتنا او المهلبيه بتاعتنا في التلاجة يوم كامل او كذا ساعه لحد ما تمسك معانا، واجي اقلبها تتقلب معايا بكل سهوله وما تمسكش في الطاجن بتاعنا الازاز او في البولات الصغيره بتاعتنا. ادهنوا البوله بميه ساقعه بالشكل ده كده قبل ما نحط فيها الخليط علشان تتقلب معانا بكل سهوله. ناعم خالص ازاي؟ علشان احنا حاطين فيها دقيق. بصوا الخليط، احنا لو حاطين نشا بس الخليط مش هيبقى ناعم بالشكل ده كده. هي خلاص ربطت، بصوا كده. انا عايزه اوريكم بقى، اجيب دلوقتي كبشتين واوريكم. نشيلها بقى كده من على النار، وصلت للقوام اللي انا عايزاه، اروح شايلاها من على النار كده تمام. وادي المهلبيه بتاعت الرمان برضو ان هي ناعمه خالص علشان الدقيق اللي احنا حاطينه. لو احنا حاطين سواء هنا او هنا حاطين نشا بس هتلاقوا بدات تتقل يعني بسرعه قوي، وهتلاقوا القوام بتاعها بقى ناشف، بدا ان هو يشد. فعشان كده حته الدقيق او حبه الدقيق اللي احنا حاطينهم هو اللي مدينا النعومه دي. بصوا كده اهي القوام بتاعها ده كمان تمام جدا اهو. نرفعها من على النار. بسم الله. بقى عندي دلوقتي خليط ابيض وخليط احمر. الخليط الابيض عباره عن الحليب، والخليط الاحمر عباره عن الرمان. وهبدا كده بسم الله. عندي البوله بتاعتي اللي انا دهنتها ميه، وهبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه بقى تبداي بالابيض بالاحمر زي ما انت عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل كده واروح واخده كبشه من الابيض في نص الاحمر على طول كده، اكننا بنعمل الكيكه الزبره او الكيكه المخططه اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده. ادي الاحمر في نص الابيض على طول. بصوا هي بتوسع من نفسها، وراح واخده الابيض وافضل اكرر الموضوع دوت لحد الكميتين ما يخلصوا عندي خالص. قلت لكم عايزين ما تعملوش في بوله واحده، حاضر بولة واحدة كبيرة، وعايزين تقسموها على بولات صغيرة زي ما انتوا عايزين. بسم الله. بصوا كده بنحط في نصها علشان هو ايد الحلة مغطية عليك صح؟ دي، وابدأ احط الابيض. بنحط في نص الدايرة اللي قبلها علشان توسع وتديني اهو. بصوا كده الاحمر. طب يا نونا، هو احنا ينفع ان احنا نغير اللون الاحمر ده ونعمل نوع فاكهه تاني زي ما انت عايزه؟ عايزه تعملي عصير برتقان، عايزه تعملي عصير مانجا، زي ما انت عايزه. المحبب ليكي ولولادك وهتستطعميه اكتر وهتحبي طعمه اشتغلي بيه على طول. قلت لكم نفضل بقى. بصوا القوام، القوام لو كان فيه نشا بس كانت هتتقل معانا ومش هتدينا السيوله الناعمه اللي احنا بنشتغل بيها دي. برضو دهلنا القالب بتاعنا بالميه قبل ما نحط فيها الطبقات بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايدك معانا يا رب. بسم الله. ايه اللي انا بعمله ده؟ انا بسخن البوله علشان اما المهلبيه اللي فيها تطلع بكل سهوله. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نتسخنها كده بايدينا علشان. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هو انا مش هاجي جنبها دلوقتي خالص. هي بتتهز من جوه. طب انا هقول لك على حاجه، انت معايا يا حمدي؟ طيب انا هسيبها شويه مش هاجي جنبها لحد ما هي ما تفك من التقل والحمل بتاعها تمام. ايه رايك ولا ايه؟ انا لا ايه. انا لا ايه. طيب خلاص هنسيبها كده شويه تمام قدامكم اهي.
مش هطلع فاصل وارجع اقول لكم على لفتها، لا خليها كده شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا سيبناها. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. تعالوا بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم عشان نشوف شكلها من جوه هيكون عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايدك معانا يا رب. بتطلع معانا كده. وطبعا قلت لكم لو احنا عايزين ان احنا نعملها في بولات صغيرة مش هيبقى فيها اي مشكلة خالص، على ان البولة كل البولة على قد الفرد بتاعها. صحتين وعافية على قلبكم طبعا يا رب.